jusqu'à réfléchir, jusqu'à ouvrir qu'elle faut savoir. كريم مساء الخير ونشكرك على قبولك الدعوه ديالنا هنايا. مساء الخير وما كاينش مشكل خويا انا في الخدمه في اي وقت. تعيش دوك عندنا ياسكار هي هنا ستاج في المانيا دونك الحاجه الاولى واش تقدر تقول لي جاتو ديجا دي جور من ستاج كيفاش تيست كاع لا بريباراسيون ديالك؟ بون سي فيري وين بالك جينا لالمانيا هنا باش نقوموا بهذا الستاج اللي راح يكون بالك هو كما يقولوا هو اللي راح يبين التشكيله الى واجده ولا ماشي واجده الشامبيونه باسكو بالك لو 11 ان شاء الله نبداو كما قلت لك الستاج هذا هو اللي راح يبين جينا هنا باش نخدموا باش نكملوا ديجا درنا ستاج في عين بنيان تاع دي جور وهذا الستاج تاع المانيا واستودنا فيه بزاف ولعبنا المقابلات الوديه بالك هذاك الشيء اللي خلانا نحكموا ريتم المقابلات وان شاء الله كما قلت لك من المقابله الاولى كنت شايف في الصوره ان شاء الله نكونوا واجدين بهذا الستاج اللي درناه ان شاء الله. جوستومون راكم خدمتوا انتم في الستاج الاول وي كيفاش كانت الخدمه اللي درتوها في الستاج الاول تاع عين بنيان؟ بون راك تعرف واحد كيكون روبو تاع شهر وقدام شغل ما تعرف مع لي فاكونس وهادي لا روبيز دائما تكون خفيفه وين بدينا بالعقل كدا ومن بعد انطامينا في بالك 3 جور الاخرين انطامينا شويه الخدمه وكي جينا هنا لالمانيا بدينا الخدمه كما يقولوا سيريو كدا مع البريباراتور جديد مع لي زونترينور وين ادينا ديجا حد الان انا دايرين 10 ايام درناهم في المستوى كما يقولوا ان شاء الله ليسونسيال نكونوا واجدين ان شاء الله المقابله تاع الشامبيون. جوستومون واش تقدر تقول لي على الخدمه اللي يدير فيها البريباراتور فيزيك؟ رانا نشوفوا بلي يخدم معاكم كل يوم دي سيونس واعرين كيبقاو يقسمكم على دو جروب باش تخدموا مليح. كيفاش الخدمه ديالو هذه؟ كيفاش تجيها انت؟ سي فيري وين بالك كما قلت قسمنا لدو جروب باسكو حنا شغل بالك شويه غاشي باش كي تقسم لدو جروب شغل تكون عندك الخدمه وتكون عندك الوقت بزاف باش تخدم. الخدمه تاعو كما واش غنقول لك الخدمه تاعو بيان نخدمو مليح الخدمه صباح وعشيه كما يقولوا الخدمه هذه تبان ان شاء الله في الشامبيونه باسكو دوكا ما تقدرش تقول انا قلت لك بلي انا نخدمو بصح شغل دوكا ما نقدرش نقول انا نخدمو حتى تبدا الشامبيونه ان شاء الله ونكونوا واجدين ان شاء الله. لعبتوا اول مقابله امام اف سي سالبروكن وين شبيبه انهزمت 3-2 وكان الاداء كان مليح بارابول كي نشوفوا برومي ماتش تاع اون ايكيب اللي كانت جايه اون بلان بريباراسيون. واش هما لي بوان اللي شفتوهم نتوما امبورطون ولا لي بوان بوزيتيف اللي خرجتهم هذوك اللي استخرجتهم هذاك المقابله؟ سي فري وين المقابله الاولى هذيك المقابله الوديه اللي لعبناها كما قلت كانوا بزاف نقاط ايجابيه وين بالك لعبنا مليح وين لابلي بار تاع لي جوار هذا العام شغل لابلي بار كاع جدد مام كي جدد لا كوليزيون كانت كاينه وين لعبنا بيان درنا دي زوكازيون وين خسرنا المقابله باسكو المقابله ما تهمش المقابله الوديه لازم تدخل بنتائج ايجابيه ما تهمش النتيجه تهم في المقابلات الرسميه. المقابله الاولى كما قلت كان نقدر نقولوا كانت فوق المستوى ومع المقابلات اللي درناها دوزيام تروازيام تحسن المستوى مليح. وفي المقابله الثالثه شفنا بلي الفريق كونتريرمون لي دو برومي ماتش ما تلقاش اهداف وسجل زوج اهداف نقدر نقولوا بلي كان تحسن كبير بارابول خدم سي في وين برومي ماتش بالك كما قلت لك في الديبي ما خدمناش وين المدرب شاف النقائص في المقابله الاولى خدم لنا في لي زونطرينمون مع المدرب وين ورانا واش درنا الغلطات في المقابله الاولى وصححناهم والحمد لله كما قلت لك بالمقابله الاولى دينا عفايس ملاح خدمناهم في لي زونطرينمون من المقابله تحسننا نقدر نقولوا بلي تحسننا. كاين فريق يقولوا بلي فريق شباب القبائل فيه بزاف لي جون ما تشوفش بلي هذا يقدر بالك ما يكون كي تكون كيما كاش دو بليزير اكسبيريونس ما كوش متخوفين من البطوله وما كاين ديزيك عندهم بزاف لي اكسبيريونس. نو ما نقدرش نقول لك انا متخوفين ولا باسكو شغل مام لي جون دوكا باش يكون على بالك لي جون دوكا كاع لي جون عندهم لونفي فاهم دوكا سا ديبون على لونفي والحاجه القوه تاع شباب القبائل هذا الموسم ان شاء الله راح تكون الجروب مش راح تكون اسماوات ولا ما على باليش باسكو من داك في ايكيب تلقى زعما اسماوات كذا بصح ما تمشيش من داك تلقى لي جون وتمشي كيما حنا كيما نقولوا على سبيل المثال انا في النادي تاعي السابق نادي فاردو العام اللي فات كنا كاع دي جون بصح شغل كان هذاك الجروب مشات ليكيب مام هذا العام شفت القبائل راح دات الاستراتيجيه تاع داروا ايكيب جون وهذه كيما قلت لك ان شاء الله الجروب هذاك اللي داروه وقعوا لي جون ولات فاميليا والحمد لله هذاك الشيء اللي حيخلينا ان شاء الله نتقدموا في البطوله ان شاء الله. لو كان نهضروا عليك كيما نقولوا على سيرو بلون بيرسونيل واش تقدر تهضر على لي روندمون ديالك حتى لدوكا؟
بون لو روندمون تاعي في المقابله الاولى راك تعرف المقابله الاولى شغل اديت مستوى نورمال، المقابله الثانيه تحسنت شويه، والمقابله الثالثه شغل حسيت روحي باللي اديت مقابله في المستوى وين مديت دو باس ديسيزيف. هذاك الشيء اللي خلاني كما يقولوا راضي لحد الان بالمستوى اللي راني به، مي مازال قلت لك الصح كاع في الشامبيونه مازال خدمه ان شاء الله باش نكونوا واجدين بريمير ماتش ان شاء الله. وكان عاود نقول لي كيفاش تم الاتصال بك من طرف اداره شبيبه القبائل، وقتاش لحقوا لك البريمير كونتاكت، كيفاش حتى انت قبلت تروح شبيبه القبائل؟ والله ما يخفى عليك خويا سعيد، وين قبل شبيبه القبائل كان عندي عده اتصالات، منها شباب قسنطينه وفاق سطيف، وكي لحقني العرض تاع شبيبه القبائل ما كيما يقولوا ما خممتش بزاف باسكو شغل فريق كبير و سي فري في الاونه الاخيره ويمر فتره صعيبه وهذه، مي شبيبه القبائل ديجا كيما يقولوا الاسم يكفي. جوستومون اسمح لي، كاك قلت بلي في الاونه الاخيره شباب القبائل جوستومون تفضل مرحله صعيبه، مرحله بزاف صعيبه، هذا ما خوفكش تقول بلي العام اللي فات لي جوار تو بريسيون قريب ما ليكيب كانت تلعب على السقوط؟ تقول نو لي نو تروح نو انا ما رجال خوفنيش هذا الشيء، وين بالك انا كيما يقولوا انسان طموح، عندي لوبجيكتيف في راسي، فريق شبيبه القبائل فريق كبير، اي لاعب يتمنى يلعب فيه. قلت لك الحق لي الاتصال، بعد انا كنت نشوف الاتصالات ونشوف مع المناجر تاعي، وتلاقيت مع المناجر كريم دودان هو اللي اتصل بيا، وجرت الاتصالات في ظروف كما يقولوا جد حسنه، والتحقت بالفريق ديريكتوم انت جيت على سبيل الاعاره على سبيل الاعاره عام عامه. واحد نقدر نقول بالكون كريم يحس روحه مليح، يقدر يزيد يتمنى يزيد غير كمان شباب القبائل بيان سور، وين تلقى روحك الاز، وين تلقى روحك مليح. الحاجه الاولى اللي دابور لازم نخمم عليها، لازم نقدم موسم في المستوى، وين انصر تاع شباب القبائل اللي نحييهم بالمناسبه، اللي كما يقولوا كانوا فرحانين بالانضمام تاعي، كانوا يبعثوا لي في ميساج. كما قلت لك ان شاء الله نقدم مستوى ونفرحهم، ونكون عند حسن الظن تاعهم ان شاء الله. ومن بعد كي يخلص العام وان شاء الله، وما فريق شباب القبائل ان شاء الله نقدم في الموسم في المستوى، ومن بعد كي يخلص العام ان شاء الله ربي يكتب. وسط ميدان فريق شباب القبائل هذا الموسم فيه بزاف لاعبين، كاين انت، كاين اوقاسي لو صاعد، كاين تيام، كاين بوخنشوش المؤذن المؤذن، دونك هادو كاع دي بوست، كاين بزاف لا كونكورونس. كيفاش تشوف انت هاد لايس لا كونكورونس هادي؟ صح على بالنا بلي تقدر تكون بينيفيك ليكيب، بصح الجوار كاع الجوار يحبوا يلعبوا الوغ كو مكانش بزاف بيان سي. نو كيما ديجا قلتها، هاد المنافسه راح تكون كيما يقولوا منافسه شريفه، وين هاد المنافسه راح تخدم فريق شبيبه القبائل، باسكو يكون عندك دي جوار ملاح واللي يلعب ولا كي دور البون تلقى ثاني دي جوار ملاح، كيما يقولوا الاحسن اللي راح يلعب واللي راح يقدم المستوى مليح. الفريق تاع شباب القبائل هذا الموسم يحتاج دي جوار اللي كيما يقولوا اللي يلعبوا بالقلب والحراره وكذا، ان شاء الله اللي يكون الاحسن ان شاء الله يلعب ويفرح كيما يقولوا الانصار والاداره وكاع. ممكن نقولوا انا نحطوا على لي زوبجيكتيف ديالك انت، واش راك تتمنى في الموسم الاول تاعك مع شباب القبائل؟ والله نتمنى كما يقولوا قلت لك نأدي مستوى، فنكونوا فريق ككل نأدي مستوى في القمه، لما لا ان شاء الله ندوكش كما يقولوا اول تيتر في حياتي ان شاء الله مع فريق شباب القبائل، اللي كما يقولوا التحقت به كما يقولوا كنت قانع بهذا الفريق، وين فريق كبير ان شاء الله، هو فريق تاع القاب ان شاء الله، يكون اللقب تاعي الاول ان شاء الله مع فريق شباب القبائل ان شاء الله. كيفاش تفسرنا انت العلاقه تاعكم انتم اللاعبين مع المدرب؟ اسم مدرب جديد، كيفاش هي العلاقه تاعكم معاه؟ على بالي بلي يتكلم معكم بزاف سي فري، هذا الشيء اللي خليه سهل علينا، باسكو المدرب نهار اللي جا نهار الاول دار معنا اجتماع وهادي، شغل تحسوا باللي قريب بزاف من لي جوار، فاهم؟ هذا الشيء اللي حال لي شغل هضر معنا بالواحد، هضر معنا كاع جروب، قلنا شغل يكون عنده بروبليم ولا يجي يقول لي هذا شغل، هذا الشيء يريحك فاهم، كي يهضر معك عن بهذه الصفه يريحك، ما في الخدمه تاعو في تينا وكذا شغل يخدم بها هذه، هذا الشيء اللي راح كيما قلت لك يعود علينا احنا اللي كيدي جوار بالفائده ولا على الفريق ان شاء الله. كريم انت العام اللي فات كنت قائد في بارادو، نقدر نقولوا بلي تقدر تكون قائد شبيبه القبائل؟ على بالنا بلي كاين ديجا قائد في الماتش اللي فات اللي كان هو سعدو، من المدرب تكلم قال لك انا معايا يقدر يكون قائد واحد، يقدر يكون واحد اخر جوج ولا ثلاثه، انت تقدر لهذه المسؤوليه؟ نو نتحمل المسؤوليه تاعي كيما يقولوا في الفريق، مي باش نكون قائد ولا كاين بزاف لي جوار اللي كيما يقولوا عندهم هاد الصفه باش يحملوا قائد الفريق، مي كيما قلت لك هذا الموسم ما يهمش شكون قائد ولا شكون سمو، باسكو الانصار تاع شباب القبائل على بالي هذا الموسم راهم كيما يقولوا عيوم هاد النكسات هذه، ان شاء الله كيما قلت لك نديروا بوسيبل كاع باش نفرحوهم، والقائد ولا ماشي قائد اللي ان شاء الله كاع نكونوا جروب واحد، هذاك هو ليسونسيال ان شاء الله. دوكا نقول لك كلمه عند لي سيبورتور، واش تقدر تقول لهم؟
بون شنو نقول لهم؟ نقول لهم ان شاء الله كما يقولوا يكونوا معنا هذا الموسم، يساندونا كما يقولوا، في يساندونا كي نكونوا مناح وكي ما نكونوش ملاح ان شاء الله. على بالي بلي انصار تاع شباب القبائل العام اللي فات ما كان المهم الفريق ما كانش مليح وكانوا يساندوهم، كي تشوف المقابله تاع قسنطينه وتاع مولوديات شفت فهم بزاف عفايس يحبوا الفريق تاعهم. يا اخويا احنا ان شاء الله نديروا اللي علينا كاع ونفرحوهم باذن الله ان شاء الله. يقولوا بفريق شباب القبائل هو بوابه قبل الاحتراف المنتخب وبوابه، الوطني. ما تتمناش تروح في أم الدوري بيان الوطني؟ سور هذاك الهدف تاعي الاول اللي كيما يقولوا. على كل حال الناس قاعد تقول لك فريق شباب القبائل هو بوابه المنتخب الوطني ان شاء الله. يا خويا ديجا قبل واحد يدير عام شباب ويلتحق بالفريق الوطني من بوابه شباب القبائل ان شاء الله. كريم، نخليو شبيبة القبائل من جهة. أنا حبيت نطرق لك إلى الكرة العالمية. ما عندهاش بيكم خلاص كوب دي موند، اسكو تبعت لي ماتش وشنو الفريق اللي كان يسانده كريم؟ تبعت شويه لي ماتش، ما تبعتهمش كومبلي مي تبعت شويه لي ماتش. والفريق اللي كنت انا حابب يدي كوب دي موند سي لا كرواسي. هذيك لا فينال خسرها اه بيان سي شغل كي تبعت لا فين، تبعتني انا. ما تبعناش النهائي، كنا كنا جايين جايين كنا في الطريق مي فالنتيجة ثقيلة واش 4-2. اه ما فرنسا هذا العام ما شغل يستاهلوها باسكو كانت عندهم كيما هو بون ايكيب. آه يا خويا بصحتهم، وانا والله كنت حاب لا كرواسي على اجل مودريتش مي مودريتش ناصر لا ريال مدريد. نحب برشلونة مي نحب مودريتش. بالك انت ميلي تيران هو نو ميلي ستيل تيران دي جو تاعو نحب مودريتش جو اكستيريور. بيان سي قول لي، كثير يقول لك الفريق الفرنسي توج بصح ما يستاهلهاش على جال لو جو ديفونسيف، كانوا يدافعوا بزاف نوطامون في النهائي وقبل ونصف النهائي امام بلجيكا. ما تشوفش بلي بلجيكا كانت بالك الاقرب باش تروح النهائي؟ ما تقدرش تقول ما يستاهلوهاش باسكو مادام الدواء يستاهلوها. سي في كاين دي ديما سي غنسي دمني دورا.